لما بنمشي جنب الحيط، طب ما هو قالوا لنا الحيطان ليها ودان، نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ وماذا نفعل؟ لا انا رايي هو بيقصدوا بيها ان انت ما تعرفش سرك لحد، ما تدخلش في اماكن لا يعنيك انت تدخل فيها، مش معنى اماكن اللي هي مكان حيز مدينه او حاجه، لكن مكان كلام انت مالكش فيه فما تتدخلش فيه. طيب، فانا بشوفها ان هي انا مش عاجباني. تمام، يعني انا كاسحاق انا مش عاجبني. هما بيقولوا هي حاجه يعني برضو متعلقه بالموضوع. مقوله كده نقول من خاف سلم، يعني أو ايه من خاف سلم؟ لان ده انت وماله لما تخاف وتمشي جنب الحيط ومالكش دعوه بحاجه، اوعى تتدخل في حاجه، ولو لقيت نقاش ما تتدخلش، ما تتكلمش، لان الحيطان ليها ودان. يعني انت متخيله يعني بعد ما لزقوه في الحيطه قالوا له ولا تفتح بقك كمان لان الحيطان ليها ودان. انا بشوف ان كل ده، بص انا عندي شويه يعني فلسفه للحياه يعني، بس ببساطه يعني نقولها، احنا كده كده انا وحضرتك وحضرتك احنا كلنا جايين الدنيا دي نقعد كام سنه وباي باي نمشي، كلنا متفقين على هذا الامر. لو واحد عارف ان هو مش هيمشي يقول لنا لا انا مش، انا قاعد ومكمل. فكلنا قاعدين كام سنه ومش ايه يعني القصه ان انا كام سنه اللي قاعدهم دول اقعدهم جوه الحيطه وكافي خير شر زي ما احنا بنقول، والحيطان ليها ودان، وامشي جنب الحيط وامشي جنب وامشي جوه الحيط. طب وليه؟ ده بالعكس، ده احنا بنقول اللي يسعى واللي يتكلم اكتر واللي يكون مندمج مع الناس بشكل اكبر هو اللي في الاخر كسبان، وهو اللي في الاخر اللي سيرته بتطول ويكون ليها. ما تقوليش بقى واحد كان يعني كان هو بعد ما يعني راح من الدنيا كان يعني أصبح نور للناس والناس يعني اسمه يتقال في كل مكان، هو كان ماشي عيني جنب الحيط. فالناس بتقول الراجل اللي كان في حاله ده هو ده كان أحسن واحد إحنا شفناه في حياتنا. محدش بيقول كده، بالعكس أنا بشوف إن كل مشاغب، كل مشاكس، كل مش معنى كده إن إحنا بنمشي نتخانق يعني، لكن قصدي مشاكس مع الحياة ومشاغب مع الحياة وبيجتهد أكتر وبيسعى أكتر وليه علاقات كويسة مع الناس وليه دور اجتماعي وليه دور في كنيسته وليه دور في الجامع بتاعه وهنا 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 وهنا، أنا بشوف إن ده هو ده اللي في الآخر بيبقى كسبان. اللي عايز يعيش جوه الحيطة يعيش جوه الحيطة، اللي عايز يتلزق في الحيطة يتلزق في الحيطة، بس محدش بينجح حتى لو مش جوه الحيطة. ده وجهة نظري. ولو مش لاقي حيطة يعمل إيه؟ يتلزق فيها. يبني لنفسه حيطة. أنتوا عارفين بقى، أنتوا ممكن يعني ناخد المثل في اتجاهين، اتجاه زي اللي كان بيتكلم فيه إسحاق دلوقتي، الحياة قصيرة والحياة بنعيشها مرة واحدة، والحياة تستحق إننا نبقى في صراع معاها، لازم نشاكسها ولازم تيجي علينا مرة ونيجي عليها مرة، ولازم تدخل في قلب الأحداث وتغلط وتصحح عشان خاطر تتعلم حاجة. لكن اللي ماشي جنب الحيط لا حد سمع عنه ولا هو عاوز يسمع عن حد، هو يقول لك كده لا عايز أعرف حاجة عن حد ولا حد يعرف حاجة عني. طب هتتعلم إمتى؟ هتخوض المشاكل والتجارب إمتى؟ هتحارب مع الحياة إمتى؟ فعمر ما هيبقى فيه رزق ولا شخصية ولا فكر ولا أي حاجة للي ماشي جنب الحيط. لكن في حاجات معينة هي اللي أنا لازم أقول ما تدخلش في اللي ماليش فيه، يعني أحط كده اللي هي الحدود لنفسي، السور لنفسي، ده جزء وده الصح. مفيش حاجة اسمها أبقى في حالي قوي، ما إحنا عايشين في مجتمع، عايشين وسط ناس، مش حد بيعرف يعيش لوحده. هتمشي جنب الحيط لا هتتعلم حاجة ولا هتعرف حاجة ولا هيبقى عندك خبرة في حاجة. لكن في نفس الوقت لو أنا ما عنديش سور امشي جنبه، ممكن ناخدها بقى بمعنى تاني ايجابي، انا لازم ابني لنفسي سور. يعني زي جوهر الصقل كده لما عمل مدينه وبنى لها سور، انا كمان لازم اصنع لنفسي حاجه، اصنع لنفسي العالم الخاص بي، وانا اللي احط له حدود، وانا اللي اسمح مين اللي يدخله ومين اللي ما يدخلوش، انا اللي اعمل لنفسي ده، وده نجاح في حد ذاته. لكن ان انت تعيش كده ولا اي حاجه، عارفين واحد زيه وزي اي حد اتولد وعاش ومات، لا صنع حاجه ولا نجح في حاجه ولا حد سمع عنه بحاجه. في جزئيه كمان عايز اقولها لك، يقولك يحتار عدوك فيك. اولا انت لو ليك اعداء مش هيحتار معاك ولا حاجه، هيجيبك من اي حته، كلنا بنغلط فهيجيبك، هيجيبك كان ده حد معاك في الشغل، كان في اي حاجه، كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش، فهيجيبك هيجيبك، ده عدوك يعني. وانا اظن في رايي يعني ان اللي ملوش نجاحات ملوش اعداء، يعني او اللي ملوش اعداء بالتاكيد كمان ملوش نجاحات. يعني واحد يقول لك ايه عشان ما يبقى ليش اعداء، ما هو اللي ملوش اعداء ملوش نجاحات، مفيش انسان ناجح ملوش اعداء. يعني تقول لي ايه انا ناجح في شغلي او ناجح في تجارتي او ناجح في الكارير بتاعي او ناجح في اي حاجه بس الحمد لله ماليش اعداء، لا ده انت اللي مش عارف بقى.
ده انت يعني اللي بيتهيأ لك، لكن جرب كده مع اول غلطه هتلاقي ليك 100 عدو و100 حد بيتمنى لك الغلط و100 حد بيتمنى ان انت تقع. مفيش حد مفيش ناجح ملوش اعداء. فاللي خايف وهيمشي جوه الحيطه ولا جنب الحيطه عشان ما يبقاش ليه اعداء هو انسان مش ناجح. مفيش انسان ناجح ليس له اعداء. يبقى ما يبقى مش ما اسمهاش بقى لما تغلط هيبقى لك اعداء، بالعكس انت ممكن حتى لو ما غلطتش بالعكس انت ماشي كويس وعامل نجاحات هتلاقي ليك اعداء. وانا بس هختلف معاك في حته بقى ان هو كده كده هيجيبك على عدوك، لا هي مش كده بالعكس. انا بشوف كلمه يحتار عدوك فيك هو ايه، في ناس انا ماليش ماسكه ماليش دراع تلوي منه، انا ماشي صح بس ماشي في اتجاه وبنجح وبعمل وبصارع وبدخل في نقاشات وبدخل في تحديات الحاجات دي تثير غضب وحقد مثلا حد فاشل هو شايفك كده، لكن لا انت شخص كذاب ولا ملتوي ولا مرتشي، فانت مش بتدي فرصه لحد عليك انه يبقى عندك دراع يتلوي منه قوي يهددك بيه، فهتلاقي الحقد بيزيد وهتلاقي ليك اعداء. بس ده معناه ان انت ماشي صح، لكن في حد عشان كده بنقول حتى في التربيه لاولادكم بلاش تطلع ابنك ولا بنتك حاضر نعم طيب، يجي تتكلم تقول حاضر تقول نعم، ما تتناقش عيب تكلم مش عارفه مين كده ده اكبر منك، لا طب امتى هيبقى عنده شخصيه، لا ده لازم يجادل ولازم يسال ولازم ده عاجبني وده مش عاجبني. بس هي الغلط بقى افهم بقى موضوع الحدود هي ايه، الاخلاق هي ايه، وهنا يحتار عدوك فيه.